وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أبنائي الطلاب، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في درس جديد من دروس اللغة العربية، وأهلا وسهلا بكم في القناة التعليمية لمدرستكم مدرسة التميز النموذجية. غراس التميز: القيمة، حب الصحابة، الشعار: أصحابي كالنجوم، الدعاء وهو الدعاء بعد الأكل أن نقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. حياكم الله أعزائي طلاب الصف الخامس، درسنا اليوم بعنوان التعبير الكتابي. التعبير الكتابي المعيار 3-3: كتابة نص مترابط لأغراض مختلفة والمهارة المستهدفة الرسالة. تمهيد أكمل: يتبادل الناس الرسائل الشخصية لأغراض متعددة، منها الشوق والحنين، ومنها ما يخص العمل. ثانيا: التدريب، أقرأ وألاحظ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه العبارة تسمى البسملة. الكويت في 20 فبراير 2020 ميلادي. هذا العنصر ماذا يسمى؟ العنوان والتاريخ. العنوان أي الدولة والبلد، وهذا التاريخ. صديقي العزيز حمد. صديقي العزيز حمد. هذا العنصر يسمى المرسل إليه، أي الشخص الذي نريد أن نرسل له الرسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هذه العبارة تسمى التحية، وهي تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبعث إليك بتحياتي وتقديري وأشواقي، داعيا الله أن تكون في أسعد حال وبصحة جيدة. صديقي العزيز، تمر بلاد الكويت في هذه الأيام بذكرى عزيزة على قلب كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، وهي ذكرى اليوم الوطني في 25 فبراير، وذكرى يوم التحرير في 26 فبراير. وبهذه المناسبة يسعدني أن أدعوك إلى زيارة الكويت لتشاركنا احتفالاتنا الوطنية وتستمتع بهذه الأجواء الجميلة. هذا العنصر ماذا نسميه؟ الغرض، وهو الغرض الذي من أجله كتبت الرسالة. وفي ختام رسالتي أرجو لك ولأسرتك الكريمة وافر الصحة، وتقبل خالص حبي وعظيم تقديري. ماذا نسمي هذا العنصر؟ الخاتمة. وفي النهاية، صديقك المخلص جاسم. وهذا العنصر هو المرسل، أي الشخص الذي كتب الرسالة وأرسلها. الآن أبنائي الطلاب، اكتملت لدي العناصر والأسس الفنية لكتابة الرسالة، وهي البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، العنوان والتاريخ، المرسل إليه، التحية، الغرض، الخاتمة، وأخيرا المرسل. بمساعدة معلمي أتوصل إلى أن
عناصر الرسالة هي، ركزوا معي أبنائي الطلاب، لكتابة أي رسالة لابد أن تتوفر فيها هذه العناصر. أولا المقدمة، وفيها نتناول البسملة، مكان الرسالة وتاريخها، المرسل إليه أي الشخص الذي نريد أن نرسل له هذه الرسالة، التحية، في الموضوع وهو الغرض من الرسالة أي السبب الذي من أجله كتبنا هذه الرسالة، الخاتمة، عبارة تلخص الموضوع أو دعاء أو أمنية، بالإضافة إلى اسم المرسل وهو الشخص الذي كتب الرسالة وأرسلها. أتحاور مع مجموعتي حول عناصر الرسالة السابقة وأدونها في مكانها المناسب. دونا عناصر الرسالة قبل قليل في النموذج السابق للرسالة التي قرأناها. دال: أكتب مسودة لرسالة إلى أخي الذي يدرس خارج البلاد لأطمئن بها على صحته وأحواله، وأعبر فيها عن شوقي له، ثم أعرضها على معلمي وزملائي. قبل أن نكتب الرسالة لابد لنا أن نخطط للرسالة، وهذا المخطط الظاهر أمامكم أعزائي، نكتب فيه عناصر الرسالة كما تلاحظون: البسملة عبارة بسم الله الرحمن الرحيم، العنوان والتاريخ الكويت، ونختار التاريخ 20 مارس 2021 ميلادي، المرسل إليه أخي العزيز خالد، التحية وهي تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، العنصر الذي يليه الموضوع وفيه نكتب الغرض، والغرض من هذه الرسالة الإطمئنان على صحة أخي ودراسته، يأتي بعد ذلك الخاتمة التمنيات بدوام الصحة والعافية والنجاح والتفوق، وأخيرا اسم المرسل وهو الشخص الذي يكتب الرسالة ويرسلها، أخوك المشتاق محمد. بعد أن اكتمل المخطط والأسس والعناصر الفنية الأساسية للرسالة، ننتقل الآن إلى كتابة الرسالة. ثالثا الممارسة، أستفيد من توجيهات معلمي ثم أعدل رسالتي السابقة وأكتبها مرة ثانية. بهذا الشكل أعزائي الطلاب اكتملت الرسالة بأسسها الفنية التامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الكويت 20 مارس 2021 ميلادي، أخي العزيز خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز خالد، اشتقت إلى رؤيتك كثيرا، كيف حالك؟ لعلك بخير وصحة جيدة، كما أنني ووالديك وأخوتك بصحة جيدة والحمد لله، ونشتاق إليك كثيرا، ولعل دراستك تسير بصورة جيدة وتتعلم ما ينفعك ويرفع من شأن وطنك، حتى تعود إلينا سالما غانما رافعا رأسك بما حصلت من علم مفيد، أخوك المشتاق محمد. وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم، أتمنى لكم دوام التوفيق والتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.